السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. لو انتوا جداد على القناة ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب وتعملوا فولو لكل المواقع اللي موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس. النهاردة هتكلم معاكم عن مشترياتي من اوري فليم. خليني اكلمكم عن البيبي كريم. هو شكله زي ما انتوا شايفين كده، علبة صغيرة تقريبا 30 ملي، ال SPF في 30. هو اسمه بيوتي بالم 5 في 1. زي ما انتوا شايفين هي بتمتصها البشرة، وتغطيته خفيفة مش عالية قوي. بس احلى حاجة فيه انه الفاينل لوك بتاعه بيكون مات، وخصوصا ان انا بشرتي دهنية. دلوقتي هكلمكم عن الباودر. هي اسمها Very Me، اسمها رقمها ميت، عجبتني جدا. معلش انا مخلصاها، فهي من جوه بتيجي معاها سبونج كده. طبعا سبونج بتختاري فيه لون تاني، بس انا عجبني اللون ده. هي من جوه لونها غامق شوية عن بشرتي، كنت بستخدمها للكونتورينج اكتر من ان هي تبقى باودر للبشرة. زي ما انتوا شايفين كده هي بتختفي تماما، يعني خفيفة قوي على البشرة ولطيفة وعجبتني. وبكده يكون خلص الفيديو، واتمنى انه يكون عجبكم. وان شاء الله هعمل فيديوهات تانية. ما تنسوش اي بنوتة عندها جروب او عندها بيج بتبيع فيها حاجات، ياريت تكلمني وتبعتلي على صفحة الفيسبوك او على الانستجرام اللي موجود تحت في الديسكريبشن بوكس. وتنسوش تدوسوا سبسكرايب لايك، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.